مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. افتتحت مكتبة الإسكندرية معرض تصوير فوتوغرافي أقيم تحت عنوان ناس الأماكن. المعرض ده معرض تصوير فوتوغرافي اسمه ناس الأماكن، زي ما اسمه بيدل هو عن ناس مرتبطة بأماكن معينة. المعرض بيصور الأعمال الفنية لاثنين مصورين فوتوغرافيين، شارلوت سبارا وجاك جونتون. شارلوت سبارا هي سفير السويد في مصر حاليا وخلاص بتخلص المهمة بتاعتها وماشية، وجاك جوناثان هو مصري المولد وعايش في أمريكا من زمان، ساب مصر سنة 52 وهو دلوقتي عنده 96 سنة. الحقيقة إن إحنا مزجنا الشغلين مع بعض لأن هما الاتنين بيعبروا عن عاشوا في حياتهم في بلد أصلاً غريبة عنهم وأماكن غريبة عنهم، وارتبطوا بالأماكن اللي عاشوا فيها ده وارتبطوا بالناس اللي بتاعت الأماكن دي، عاشوا معاهم وراقبوهم وتفاعلوا مع طريقة حياتهم كل واحد بطريقته. It's an absolutely beautiful exhibition. I think I was very honored to be here with my artworks and to combine it with the old photos from the 40s and the 50s. So my more modern photos with the old photos, I think, makes a beautiful mix. I think the Bibliotheca in every way is an absolutely wonderful place, a meeting place, a place of knowledge, but also a place of art and of better understanding. And arts play a very, very important role there. So to have exhibitions like this or any other exhibitions that are here, be it by Egyptians or by people from other parts of the world, I think is a very beautiful and wonderful thing. بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف، نظم صالون السادات الثقافي بالمكتبة ندوة عن الأرشيف الإلكتروني للرئيس السادات. بنحتفل باليوم العالمي للأرشيف وهو بيكون 9 يونيو من كل عام، والهدف من هذا اليوم أو الهدف من الاحتفال من هذا اليوم هو تعريف الناس بفكرة الأرشيف وتعريفهم على فكرة المؤرشف. إيه هو الأرشيف وإيه اللي احنا بنقدمه من خلال الأرشيف ومن هو المؤرشف الذي يعمل في مجال الأرشيف؟ بنحاول نعرف الناس بالمفاهيم دي من خلال أرشيفنا، أرشيف الرئيس الراحل محمد أنور السادات. هو احنا مشاركتنا ابتدت من قبل كده بكتير لما كانت بتجيلنا الخامات بتاعت اللي هي الماتيريال بتاعت السادات، فاحنا كنا بنعمل لها عملية المسح الضوئي وبعد كده بنعمل لها معالجات خاصة بحيث ان هي تبقى صالحة ان هي تتعرض اونلاين او ان هي تتعرض في ارشيف او ان هي تتجهز انها تتحط في الارشيف. بالنسبة للحاجات اللي هي موجودة في المتحف، متحف السادات طبعا هي متاحة الناس تدخل تشوف وتعرف عليها وكده، وبقية الحاجات كلها موجودة على الانترنت، زائد في البوك شوب بتاع المكتبة في الكتب بتاعت رئيس السادات،
وفي صور تذكاريه وفي سيديهات عليها صور تذكاريه لرئيس السادات والوثائق والمراسم وكل الحاجات اللي كان مشارك فيها سياده الرئيس. رحلتي إلى الفسيفساء، تحويل خيال الطفولة إلى أعمال فنية شرقية، هو عنوان المحاضرة التي نظمها قسم مدرسة الفنون بمكتبة الإسكندرية. I'll be speaking about my story of how I got into mosaics and all the evolution of the, my little adventures going through that. Also, I'll be speaking about my activities. I have a school in Canada and I'll explain how I got into it. And my new activity, which is my change of life, is moving to Italy and starting another activity there. Actually, this lecture is good for everybody, artists and non-artists, because I do have a particular story, which is about my passion for mosaics. It could be a passion about anything, and I was told that my story is quite inspiring. If you have a passion about something, you can just do it. It's a bit of proof that everything is possible. ندعوكم للحضور والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها المكتبة خلال الأسبوع القادم. ولمزيد من المعلومات وللتعرف على كل ما هو جديد داخل أروقة مكتبة الإسكندرية، تابعوا الموقع الرسمي للمكتبة www.bibalex.org، ولمشاهدة بعض من هذه الأحداث والأنشطة زوروا القناة الخاصة بالمكتبة على اليوتيوب، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.